شيف. طبعا بشكر كابتن شوبير وضيوفه الكرام طبعا عشان ما انساش حد. طبعا ببارك للجمهور وببارك للعيبه، الحمد لله على المكسب، مكسب مهم جاي في وقت مهم. نقول كلمه، نوجه كلام للناس اللي كانت بتتكلم ان احنا، لا احنا موجودين ودايما موجودين، وان الاهلي رقم واحد دايما. كابتن شوبير والكباتن في الاستوديو التحليلي المره اللي فاتت قالوا فرحه كريم مش فارق معاه اللعيب لعب او ما لعبش، دي فرحه واحد جوه التيم اكنه كان بيلعب ال 90 دقيقه. اعتقد الروح دي هي سر نجاح النادي الاهلي يا كريم. طبعا هو طبعا مش فرقه كبيره جدا ان انا بره انا جوه، لازم ان احنا كلنا نكون مع بعض، وده اهم حاجه. دايما لازم اكون فرحان لان دي بطوله بتضاف ليا، بتضاف لفريقي، وحاجه طبعا لازم تكون موجوده في النادي الاهلي كله. كريم البطوله دي بتمثل لكم ايه؟ بطوله بتدخل خزينه النادي الاهلي لاول مره، لاول مره في تاريخ القاره الافريقيه، انتوا جيل زي ما بنقول جيل ذهبي في تاريخ النادي الاهلي. طبعا احنا كنا جايين في الاول قبل الماتش اتكلمنا مع بعض ان احنا ده حاجه لسه في الاول، اول مره نلعبها، لازم نحقق فيها اول مكسب وربنا يكرمنا في الماتش اللي جاي، فنركز في الماتش اللي جاي فربنا يكرمنا ونكسب بيها اكتر. فاحنا هدفنا ان احنا نوصل لابعد نقطه في البطوله دي. مين كان صاحب قصه الاحتفالات والاغاني في الاحتفالات السوبر يا كريم؟ انا اللي كنت مشغل اغاني على الموبايل. بس السماعه بتاعت حسين الشحات. عايز اقول لك اشرف داري بسرعه دخل اندمج مع الاغاني المصريه، رضا سليم، يحيى عطيه الله، لكم دور كبير جدا يا كريم في الامر ده. لا رضا خلاص، يعني رضا خلاص بقى مننا، فاحنا بندخل دايما اشرف ويحيى. طبعا اي حد بيجي جديد لازم بندخله على طول، كلنا هنا اخوات وكلنا حبايب واصحاب بره الملعب قبل جوه الملعب، فدايما لازم نكون كلنا مع بعض. رضا سليم على الطيارة كان بيغني النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. خلاص حافظه، بقينا نشغله له، فهو حافظه أصلا من كتر الماتشات لما بيقف، فبقى حافظه هو أساسا كله. تقول إيه لكل الجمهور العظيم اللي كان موجود النهاردة؟ طبعا ببارك له، من اصغر حد لاكبر حد تعبوا معانا النهارده وجم من الصبح في الحر وبتاع، طبعا ببارك لهم، بطوله مهمه، ودايما يا رب ان شاء الله نخليكم فرحانين ان شاء الله. شكرا يا كريم وبالتوفيق اللي جاي باذن الله. حبيب قلبي يا رب.